تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر بفرع طرابلس من انتشال عدد من الجثث وبعض الأشلاء وتم نقلهم إلى المستشفيات، كما عمل الفريق على استخراج العائلات العريقة من أماكن الاشتباكات، ونقل الفريق مجموعة من الجرحى إلى مصحة الهلال الأحمر بطرابلس بشارع النصر. هذا وطلبت جميع العائلات العريقة في أماكن الاشتباكات بعدم الخروج من بيوتهم حتى يتمكن فريق الهلال الأحمر فرع طرابلس من الوصول محددين أرقام معينة للتواصل معهم.